بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكو. النهارده عندنا في قناه الدايت بتاعتنا هتخس بدون حرمان طبق ان شاء الله مميز جدا وحلو جدا هيعجبكو. معمول بايه؟ بمكرونه صنعناها في البيت، مكرونه بدقيق كامل الحبه، مكرونه صيني مميزه جدا. هنيجي كده على الطبق بتاعنا ونبدا نغرف كده جزء معاها قطع فراخ صغيره ومعاها الصويا صوص مع الكاتشب بالشكل ده، كفايه قوي كده. قد ايه اولادنا عايز اقول لكم، بغض النظر حتى من غير دايت هيحبوا الكلام ده. ايه رأيكم في الطبق بتاعنا؟ يلا بينا نشوف المقادير والطريقة. يلا بينا. طب هنشوف الطبق بتاعنا ده اللي احنا شوفناه اتعمل ازاي. طبق مليان خضروات، 100 جرام كده صدر فراخ، معلقتين كده من الكاتشب على معلقتين من الصويا صوص، ملح. وازاي هنعمل المكرونة بتاعتنا؟ بيكون عندي ادي دي كامل الحبة، مش هقدر ادي شوفان عشان ما اضحكش عليكم، ولا هقدر ادي دقيق شعير. هبتدي اعمل ايه؟ المقادير بتاعتنا بتاعت العجينه عباره عن بيض ودقيق كامل الحبه، خليلي ده يروح كده عشان ما تتلخبطوش. بحيث ان انا عايز اطلع مكرونه زي ديت بدقيق كامل الحبه، منها فيها رده ومنها في نفس الوقت ايه اللي هيحصل؟ بتعمل على امتلاء المعدة بسرعة. ابتدي ان انا اعمل العجينة ازاي؟ ابتدي ان انا ادي البيضة، شوية الملح بصوت قوي، دايما ما نكترش الملح زي ما اتفقنا. وادي عندي معلقة الزيت، اهم حاجة في الموضوع ده معلقة زيت زيتون صغيرة او زيت عادي. اهم حاجة في الموضوع ده يا جماعة ان العجينة تبقى قاسية. وهنبدأ نعجن الكلام ده بالشكل ده، هدني وراها لما بتعجن تماما. عجنها لكم وارجع تاني. دي العجينة عجنتها وارتاحت. في حل من الاتنين، في ان انا باخدها هنا في المكنة وهبقى اوريكم جزء كده انا مصوره للمرحلة اللي قبل الاخيرة هنا، للي عنده مكنة المكرونة المرحلة اللي قبل الاخيرة هنا كده، وابتدي اخدها على الشعريه او الترياتيلي بالشكل ده. فيما بعد هنعمل الترياتيلي. طيب كتير قوي مننا بيعملوا دايت وما عندهمش المكنه، ازاي يقدروا يعملوا عجينه المكرونه؟ بناخد جزء كده وجزء كده، وبرضه عايزين نبقى شايفين هنا انا عندي ايه اللي بعمله، اللي هو الخضروات. لو نقدر نجيب الخضروات، فاصوليا، فلفل الوان، فلفل اصفر، فلفل احمر، بصل، فصين توم، وادي عندي هنا الكاتشب مع الصويا صوص. شايفين كده؟ بفرد كده زي رغيف العيش، زي ما عملت مثلا في السمبوس بس ما بديش زيت. ادي جزئيه وادي جزئيه ثانيه هنا. ممكن لو عندي ثلاثه اربعه العجين، يعني قسمته على ثلاثة أو أربعة، مفيش أي مشاكل. المهم إن العجين عندي مش عايزه يلزق في بعض. متخافوش من الدقيق أو النشا ده هنا، لأن كل ده أنا مش محتاج له بعد كده. بالراحة، عشان ده مش دقيق أبيض. فبسهولة إن هو بيعمل إيه؟ بيلزق مع بعضه. شايفين من النص على بره ومن النص على بره، واهو لو ثلاثة أربعة بقى فوق بعض زي البقلاوة هتلاقوا الدنيا بقت أسهل. كده أنا عملت عملية الفرد اللي في المكنة، واللي عنده نشابة هتخدمه. لازم أتأكد إنها فكة. ده لو أنا ما عنديش، ليه أنا بهتم للي ما عندوش المكنة. وادي كده بزم هنا
وبزن هنا كده. عايز اقطع بقى زي الشعريه كده بالسكينه بتاعتي. واو ده كده، ده الترياتيلي او الفوتوتشيني، شايفين عامله ازاي؟ او كده رفيع قوي كده او كده. انواع مكرونات كلها ايطاليه. الميزه كلها ان عندي هنا، شايفين التخانه عامله ازاي؟ انا لو ما عنديش المكنه فانا حليت المشكله، وادي عندي اهو ده شغل المكنه. طيب هنبتدي نتنقل على النار ونشوف هنعمل شويه المكرونه دول ازاي ونعمل ايه الجزء بتاعنا ده. هنيجي هنا على النار، بس انا دلوقتي ايه هبتدي اعمل حاجه، ان انا معلقه زيت واحده زيت زيتون مثلا بالشكل، وهي دي اللي انا هشتغل بيها الشغل كله. وبعدين ممكن اعمل الكلام ده نايف نايف، يعني لو انا مش عايز احط زيت اعمله نايف نايف. هيبدا الزيت عندي هنا يسخن، ما انزلش بيه في ليه الفراخ ده، هديله الاول شويه ملح وفلفل قلي لما الزيت يسخن عشان ما يطلعش ميته. حاجة بسيطة كده متقطعة سلايس بالشكل ده. خلاص. ببتدي الزيت بس يدخن عندي. تعرف المرحلة دي ايه رأيكم؟ تمام. وبعدين عندي لما اخد الفراخ كده، وعشان مش عايز الخضروات دي تبقى مستوية قوي، باخد البصل وادي الثوم فلفل وادي الثوم. انا لسه على طول اديني حاجه كده قدامي شويه وعايز اعمل فيها على طول. خضار معايا اهو، هبدا اسلق المكرونه. عايز الفراخ تبقى مشويه بالشكل ده كده اهو. بتعرف المرحله ديت هبتدي اسلق المكرونه او النودلز او الشعريه اهو او الباستا. انا قلبت فيها على طول. اعمل حاجه الاول تبدا تبني عندي وتبدا تاخد وضعها شويه. كل حاجه تستوي مع بعضها هي. بتبدا تعلي النار شويه. خلاص هي اتشمعت، ابتدي ما بتاخدش دقيقه. هتبتدي تطفو على الوش كده او تطفي. في المرحله دي هبتدي ادي هنا معلقه الكاتشب مع معلقه الايه؟ الصويا صوص. ان احنا عملنا حسابنا ان انا عامل صويا صوص هنا، فطالما انا حاطط صويا صوص بيبقى حادق شويه. وهنهدي النار شوية، مش هتاخد سوى خالص عشان داخلها دي قمحة. نبدأ نجيب المكرونة هنا كده، المفروض أصفيها بس أنا عايز أوريكم الموضوع. شايفين عاملة إزاي؟ أصفي الباقي وادي. دي تنفع وجبة غدا، مفيهاش أي حاجة خالص، أي حاجة في الدنيا فيها سعرات حرارية.
ويلا بينا بقى عشان نغرف طبقنا الحلو ده. يلا بينا يلا بينا. ادي خلصنا من طبق المكرونه ده، مش هقول هياكل فرد، ده ممكن ياكل اي مجموعه بقى، انا مش هحكم عليكم، ولكن هناكل منه. اشتغلنا بدقيق الدايت اللي هو الدقيق كامل الحبه، استخدمنا فيه فيليه الفراخ، استخدمنا فيه الخضروات، قدرت ان انا اخف طبق المكرونه بتاعي من سعراته الحراريه، اديته طعم مميز بالخضروات والصلصه والصويا صوص ومعلقه الكاتشب او معلقه الصلصه. لو شربت كوبايتين ميه، الاخوه اللي بيكلموني في البث المباشر، مع خيارتين وطبق سلطه، الطبق ده مشبع عشان فيه ايه؟ في دقيق عندنا محطوط اللي هو كربوهيدرات، فدي اكتر حاجه بتبقى مشبعه جدا جدا. شويه الخضروات دولت عايز اقول لكم، نكتر بس الخضار كده في ال ال كده اهو، وادي مع الثوم، الثوم حتى مخليه سليم مشبع حلو جدا، هيعجبكم ان شاء الله. دايما يا رب كده كل الوجبات والوصفات تعجبكم. النهارده عملنا وجبه بسيطه جدا، لو عجبكم الفيديو وعايزين تخسوا نعمل لايك وشير، عايزين ندخن هنروح على قناه شيف محمود عطيه ونعمل لايك وشير، عايزين يبقى نص نص هنروح على قناه حنان جمعه. اشوفكم على خير والسلام عليكم.